تمشيط الشعر، هل أنت من الناس اللي تمشطين شعرك أكثر من مرة باليوم؟ لو مرتين باليوم؟ لو تقريباً مرة بالأسبوع؟ خلينا نشوف ويا جوان من بغداد هذا التقرير. مرحبا بكم متابعينا، أنا من الناس وهواية فتيات يحرصون على تمشيط شعرهم بشكل متكرر قبل الطلعة، بعد الاستحمام، أو صباحاً أو قبل النوم. هل هذا الشيء صح أو خطأ؟ تقريرنا لهذا اليوم من برنامج كهرمانة، خلينا نستطلع أنا وياكم ويا بعض البنات، خليكم ويانا. كم مرة تحرصين على تمشيط شعرك؟ يعني مرتين ثلاثة، من أشوف شعري محتاج أمشطه، إذا أحس إنه هو محتاج تمشيط مخربط أمشطه، بس يعني بالزايد 3 مرات باليوم. زين، يعني لما تمشطيه يعني بشكل متكرر ما تشوفين إنه مثلاً ديت قصطاف أو ديت ساقط؟ يعني مواني ما مشطه مثلاً قوة بعنف، على كيفي يعني شيء بسيط، بس عادي مرات بس من الطرف، ما مشطه من العرق اللي جوا، بس يجي من الطرف أعدله. أقل شيء 3 مرات باليوم. زين، ما تشوفين هذا الفتشي إنه مثلاً يؤذي الشعر؟ لو عادي ما يتأذى شعرك؟ حسب. يعني حسب؟ يعني أنا أشوفه ما يؤذي. والله كل ما يشوفه مخربط أمشطه، يعني 4 مرات باليوم. زين، ما تشوفين هذا الفتشي ممكن يؤذي شعرك أو يعرضه للتقصف؟ لا، لأنه يعني شلون قبل أطلع بمنظر ما حلو، فلازم أمشطه أو أرتبه حتى يصير حلو. والله أنا يعني بس يعني الصبح يعني أسرح، لأن أنا ما يحتاج أصلاً أسرح، لأن هو سويت له التسريح يعني، فهذا شوي نقدنا. يعني تقريباً مرة باليوم تمشطي؟ مرة إلى مرتين يعني حسب الحاجة، بس أنا يعني كوني ربة بيت وعندي يعني أطفال، ومنها ما صار عندي دوام جديد يعني، فأحاول يعني هو الصبح ومن أجي شوية عسر ألمة وأبدي. إيش كم مرة تحرصين على تمشيط شعرك؟ مرة واحدة باليوم. ليش؟ أخاف إنه يتساقط أو يتقصف أو يتضرر. أني باليوم أمشطه مرتين حتى يصير شوية بحيوية، قلل التقصف. تحافظين عليه من التساقط أو التقصف؟ إيه، أهتم بي، أعتني بي، خلي له زيوت، أعتني يعني هيك. مرتين أحرص على تمشيط شعري. ليش؟ حتى تحافظين عليه؟ أحافظ عليه على التساقط. اليوم كنت معكم في برنامج كهرمانة، أتمنى يكون الاستطلاع نال إعجابكم، وأكيد الجواب الصحيح راح نسمعه من ميس. مع أجمل تحيات لكم. شكرا جوان، وأكيد راح نعطيكم الإجابة عن هذا الموضوع. بداية مثل ما لاحظتوا بالتقرير اختلفت البنات من الآراء، ومنهم ما تمشط شعرها يمكن أكثر من 5 مرات باليوم حتى تحافظ على جماليته. أنا راح نعطيكم نصيحة، عادة الشعر يمشط مرتين باليوم، مرة عند الاستيقاظ من النوم ومرة قبل النوم، في حالة انه احنا راح نغسل يعني، فايضا حيصير مرتين باليوم، اللي هي مرة عند الاستيقاظ ومرة بعد الحمام، بس مو مباشرة بعد الحمام، لا، من يكون الشعر ناشف بنسبة 80% حتى ما نزيد من تساقط الشعر، خصوصا من المسامات مفتوحة وعملية تنشيط الشعر المبلل، هذا الشيء يساعد على تساقط الشعر. ليش مرتين باليوم؟ وممكن تقولي لي زين أنا شعري يتخربط. اللي شيء لازم تعرفوه دائما انه احنا ما يصير ننام وشعرنا مهدود، ما يصير بالبيت قاعدين وشعرنا مهدود الا اذا أنا عندي مناسبة او شيء، وما يصير نفس الوقت الشدة يعني كلش قوي. حاولي من تقعدين من النوم انت اوريدي، اذا انت نايمة مشطته وظافرته ظفيرة كلش خفيفة، زين يعني هاي الظفيرة اللي هي تلزمين بس خصلتين وتلفيهم وتحطين قراصة من النهاية اللي هي الجيترة العريضة، مو البلاستيكية ولا المطاط، لا، نحط جيترة بالنهاية وبس فرتين حتى ما تترك حز. من تنامين وتقعدين من النوم بس حتفتحين أصلا الشعر حيكون جميل، ماخذ نوع من التموجات صحية وما بيها أي نوع من التكسرات، لأن الشعر أثناء النوم ممكن يتكسر وبالتالي راح يأذيه أكثر، يتقصف، ف
فلازم دائما نربط ربطة خفيفة. خلال فترة ما احنا قاعدين بالبيت نسوي نفس العملية، اما بهذه الطريقة من التجديل او ممكن نلفة كباية اللي هي بس افر شعري فرة من وراء واحط قراصة من دون ما يكون الموضوع كلش مشدود. هذا الشيء هم حيساعد انه الشعر اني محافظة عليه ما هادته بحيث يتعرض الهواء، تراب، نوع من التقصفات، مرات يتشابك. لا، اني احاول احافظ عليه، وراح تلاحظين نفسك اذا سويتي هاي الطريقة يمكن ما تحتاجين تمشطين شعرك ولا مرة باليوم، ويمكن مرة واحدة اذا انت دا تحاولين تسرحي او تستخدمين الفير بطريقة اذا انت طالعة معينة او دا تروحين للدوام. واكيد كل ما قل تمشيط الشعر كل ما حافظنا عليه من التكسر والتقصف بنفس الوقت.